أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد، اخترنا لكم أبرز الأخبار الصحفية في صحفنا لهذا اليوم. إلى العناوين: قرض إضافي ب 140 ألف ريال لمستفيد الإسكان فوق 50 عاما. وزارة التعليم تهيئ 10,000 معلم للعام الدراسي، ومتحدث التعليم يتصدون للدفاع عن لائحة الوظائف الجديدة. وزارة العمل تحدد ساعات العمل النساء في الليل وتلزم أصحاب العمل بالحراسة والخصوصية. نبدأ إلى ملفات الصحفية، حيث أطلقت بداية لتمويل المنازل برنامج جديد يستهدف المدنيين والمواطنين ويوفر قرضا حسنا إضافيا يصل إلى 140 ألف ريال سعودي كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان والذي تزيد أعمارهم عن 50 عاما. ويعد برنامج دعم الدفعة المقدمة الجديد أحد البرامج التي تقدمها بداية لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل البرنامج بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية. الحديث أكثر رحب بضيوفي الكرام في الاستديو الأستاذ خالد الخضري الإعلامي والكاتب الصحفي. مرحبا أستاذ خالد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وأيضا عبر الأقمار الصناعية من الطائفة الدكتور محمد قاري السيد الكاتب الصحفي. مرحبا دكتور محمد. مرحبا حياكم الله. أهلا فيك. أبدأ معك دكتور خالد، يعني قرض إضافي ب 140 ألف ريال سعودي لمستفيدي الإسكان فوق 50 عاما، يعني هناك مبادرات ما زالت تقدمها وزارة الإسكان، ويعني لا يمر شهر أو شهرين شوف هناك مبادرة، هناك دعم من قبل وزارة الإسكان. تعليقك على هذه المبادرات وأهميتها؟ والله هذه خطوات ممتازة وجيدة الآن، يعني احنا نلاحظ أنه هناك حرص من قبل وزارة الإسكان على الدعم الجيد للمواطنين فيما يتعلق بالإسكان، لأن الإسكان نبض الحياة حقيقة، وهو مشروع مهم لأي مواطن حقيقة. ولكن يعني إحنا نحس أنه هناك كثير من الأفكار، كثير من الاستراتيجيات اللي وضعتها وزارة الإسكان منذ سنوات يعني، وكل مرة تشعر أنه هناك خطط جديدة وآليات جديدة يتم تنفيذها. أنا أشعر أنه منذ أن تم ضم وزارة الإسكان لصندوق التنمية أو صار بينهم شراكة قوية جدا، أنه لم يعد هناك وضوح فيما يتعلق بالاستراتيجيات التي تتم. لهذا إحنا نتمنى يعني الآن الخطوات اللي تمت فيما يتعلق بدعم العسكريين كانت ممتازة، الآن الخطوة الأخرى فيما يتعلق بدعم كبار السن فوق 50 سنة أيضا خطوة جيدة جدا. جميل. لكن السؤال المهم، ماذا عن هذه الاستراتيجيات ووضوح الاستراتيجية بشكل جيد؟ جميل. كيف يمكن أن يتم تطبيق كثير من الاستراتيجيات أو الخطط اللي وضعت على أرض الواقع؟ جميل جدا دكتور محمد. يعني في نقطة معينة هناك في برامج كثيرة قدمتها وزارة الإسكان، من وجهة نظرك هل هذه البرامج تعتبر جاذبة كثيرة مثل برنامج الدعم للعسكريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هناك برامج، لابد كل جهة أن تقدم بين فترة وأخرى برامج أخرى قد ربما تكون متناسقة مع البرامج السابقة وربما تختلف عنها، ولكن كما تعلمون بين المتقاعدين بالذات إذا تحدثنا عن موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا. المتقاعدين في الدول الأخرى المتقدمة التي نحن نطمح من خلال رؤية 2030 أن نصل إلى مراكز متقدمة تقدم خدمات أخرى، يعني لا يوجد هناك قروض بالمستوى الذي يقدم في بعض الدول العربية وأيضا عندنا، يعني نحن نقدم قروض للمتقاعدين، بينما المتقاعد في الخارج يجد أكثر سهولة وأكثر دعم من قبل الجهات التي ترعى المتقاعدين. عموما هذه الفكرة خطوة جيدة ولكنها ليست كل المبتغى، لأن المتقاعد عندما أفنى سنوات عمره في العمل يحتاج إلى أن لا يكبل بالديون أو لا يكبل بالقروض حتى ولو كانت بدون فوائد فهي تبقى قرض. لذلك فأعتقد أنه هي خطوة جيدة، ولكن نحن نطمح كما قال الأستاذ خالد على أن تكون هناك إن شاء الله خطوات أكثر وخطوات أعمق في
حل مشكلات المتقاعدين، لأنه أصبحوا الآن كبار سن، وبالتالي أصبح عطائهم وإنتاجهم ليس متوقفا ولكنه أصبح ماديا محدود، وبالتالي لابد من زيادة الخدمات وتقديمها، ولا يمكن أن نقول أن أقرضناكم بدون فوائد، هذه ليست ميزة. جميل. وإن كانت يعني نسبيا مقبولة ولكنها تحتاج إلى البرامج تحتاج إلى إعادة، بحيث أن يكون المتقاعد لديه فسحة كبيرة من الأمل في أن يعيش دون أن يكون عليه قروض أو على من يأتي بعده من الورث. جميل جدا أستاذ خالد، يعني ذكرت نقطة مهمة، يعني عندما ذكرت هناك عندما كانت وزارة الإسكان أو يعني صارت علاقتها بصندوق التنمية العقاري بشكل قوي، ظهرت لنا مبادرات، ظهرت لنا أمور كثيرة، ولكن ذكرت نقطة يعني عدم وضوح هذه المبادرات، عدم هناك شفافية، هناك يعني ضبابية حول هذه المبادرات. من وجهة نظرك ما هي الأسباب التي دعتك أن تقول هناك عدم وضوح؟ يعني ما في وضوح، زي ما تقول في ضبابية فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات. يعني طيب هل هناك مشكلة اليوم استراتيجية؟ اليوم تحط في استراتيجية وتهدمها بعد فترة بسيطة، وتضع استراتيجية جديدة ويكون في مشاكل على الاستراتيجية الجديدة، وتفكر في ايه، في خطة بديلة او يعني هذه المسائل فيها اشكاليات كبيرة. يعني انت الى متى الناس تعرف جميعا، ويمكن كثير من وسائل التواصل الاجتماعي يثير فيها الكثير يعني الكلام فيما يتعلق بوزارة الإسكان. طيب أستاذ خالد، يعني خططها اللي وضعت خلينا أكمل لك معلش. هذه الخطط لا تزال متعثرة. يعني أنت تبغى تقول فين، ماذا تم وزارة الإسكان، ماذا تم، ماذا حققتم، فين المواقع اللي تم فعلا إيش تسليمها لإيش بشكل فعلي لل جميل جدا للمستحقين وهكذا. يعني جميل جدا دكتور محمد، يعني استاذ خالد يعني ذكر نقطه، هناك عدم وضوح في بعض الاستراتيجيات الموجوده في وزاره الاسكان. من وجهه نظرك هل وزاره الاسكان تعاني في وضع الخطط الاستراتيجيه لها او في بعض المبادرات؟ عندما يعني ذكر هناك في بعض الاستراتيجيات يذكرها انها لم تنجح في او المبادرات الموجوده في وزاره الاسكان، تعليقك. أولا أود أن أشير إلى أن هناك فرق بين الدراسة وبين الخطة التنفيذية. قد تكون الدراسات ممتازة وتنشر في الصحف وفي وسائل الإعلام أن هناك دراسات لتقديم كذا وكذا، وقد تكون هناك تحت مسمى خطط، ولكن الخطة التنفيذية لم يتاح للمواطن متابعة أي خطة تنفيذية على أرض الواقع إلا بعض المشاريع البسيطة، مقارنة بحجم المملكة وبقوتها الاقتصادية والمالية وبقوة ما تقدمه الدولة من خدمات للمواطن. أعتقد أن وزارة الإسكان تحتاج إلى أن تنظر ماذا لدى الآخرين، وتبدأ من أن انتهوا، ولا تبدأ من الصفر، بحيث أنه خطة تأتي بعد خطة وفي الآخر نجد أن هناك لا يوجد ذلك الإنجاز الذي كنا نتوقعه. قد يكون هناك إنجاز لا نظلمهم، ولكن الإنجازات التي تمت ليست هي بمستوى يعني دكتور المواطن محمد يحتاج إلى أن يؤمن له السكن، وهذا من أبسط حقوقه، والدولة ساعدت إلى ذلك وأنشأت وزارة إسكان وصندوق تنمية عقاري. يعني دكتور محمد في نقطة معينة في الآخر نجد بأن هناك بون شاسع. جميل دكتور محمد، في نقطة معينة يعني هل لابد من وزارة الإسكان أن تعمل إحصائيات أو تعمل دراسات؟ مثل ذكرت نقطة معينة أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرون، هل تذهب إلى هيئة العمل الإحصاء في العمل الدراسات؟ هل تذهب يعني تعقد اتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية حتى يمكن يتضح الاستراتيجيات أو هذه المبادرات؟ هل تتفق مع هذا الأمر ولا لا؟ نعم أنا أتفق، ولكن أنا أريد أن أؤكد لأن الدراسات والإحصائيات موجودة وهي في الأدراج أعتقد منذ فترة طويلة، ولكن المشكلة ليست في الدراسة وإنما في تحويل كل دراسة إلى خطة تنفيذية. لو نفذت الدراسات التي وجدت منذ سنوات وحتى الآن لكان هناك منتج، على الأقل نستطيع أن نبني عليه خطط مستقبلية. أما أن كل فترة نأتي ونضع مبادرة وننتشر في الإعلام أننا وضعنا مبادرات ومبادرات إسكان وإلى آخره، نحن لا نحتاج إلى أن يكون الإعلام هو الذي يسير وزارة الإسكان، ولكن وزارة الإسكان هي التي توضح خططها وبرامجها من خلال التنفيذ على أرض الميدان. هناك عدد كبير من المواطنين، إحصائيات كبيرة، لا يملكون مساكن، ولكن يعني بين فترة وأخرى تظهر لنا إحصائيات لا ندري، قد تكون يعني مبنية على أسس، ولكن أعتقد الأسس التي بنيت عليها في الأساس ربما جميل جداً. تكون غير دقيقة. جميل المواطن جداً. الآن بحاجة إلى إسكان، السكن هو من أهم عناصر الحياة في جميل. في حياة يعني الإنسان. جميل اسمح جداً. لي بس يعني تفضل، بس الضبابية باينة حتى فيما يتعلق بالمتابعين.
جميل. والكتاب الصحفيين مثلا وكل من يتابع في هذه المشاريع التي تم الإعلان عنها في الفترات الماضية. وهذا كلام يعني حتى المواطنين أنفسهم كثيرا ما تحدثوا عن هذا جميل الجانب جدا. فإذا نحن نتحدث عن ضبابية نحتاج من وزارة الإسكان أن توضح هذا الأمر. جميل جدا. وزارة الإسكان تحتاج أن تعمل على أرض الواقع وليست فقط مبادرات يمكن مثل ما ذكر الأستاذ الدكتور محمد على يعني تكون بالإعلام فقط. ننتقل إلى ثاني ملفات الصحفية، حيث يعود المعلمون اليوم إلى مدارسهم فيما لا تزال اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية تثير جدلا واسعا. فعلى الرغم من مرور عدة أسابيع على صدورها إلا أن اختلافا دائرا حولها، حيث ترى الأغلبية أنها أثارت الإحباط في الوسط التعليمي بسبب المطالبة بالرخصة التعليمية وربطها بالعلاوة السنوية، في حين أنهت وزارة التعليم برنامج تأسيسي لأكثر من 10,000 معلم جديد ضمن برامج الاستعداد العام الدراسي الجديد. أستاذ خالد، يعني ما زال يعني في كل بداية فصل دراسي جديد دائما المعلم دائما يعني صحيح. يثار الجدل حول المعلم والمعلمة في مواقع التواصل الاجتماعي، في بعضهم هل فعلا تتعمد وزارة التعليم في إثارتها في ملف المعلم، أم لابد هناك فعلا تعديل واضح وصريح للمعلم؟ طيب، الآن هذا العام يختلف كليا عن العوام التي مضت كليا تماما، والجدل الذي يثار ناتج عن نقطة، يعني أول شيء يعني يذكر الوزارة التهيئة المبكرة للمعلمين، 10,000 معلم الآن تهيئتهم العام الدراسي الجديد، هذه خطوة ممتازة، هذه تشكر وزارة التعليم على مثل هذه الخطوات. فعلا المعلمين يحتاجون، سواء كانوا معلمين جدد أو معلمين قدامى، يحتاجون إلى الكثير من الجهد فيما يتعلق بالتدريب والتهيئ، حتى أن الدورات التدريبية التي تتم، صحيح هناك مركز للتدريب كبير جدا، لكنه يعني ينقصوا الكثير من الجهد الجيد لتحقيق المستهدف وللخروج بمخرجات تحقق الهدف المنشود، هذا واحد. النقطة الأخرى المتعلقة بما يثار حول اللائحة الجديدة الخاصة برتب المعلمين، يعني الرخصة التعليمية وربطها بالعلامة، بالضبط هذه هي القضية المثار الآن. كان يتوقع المعلم أو المعلمين بشكل عام أن تبدأ وزارة التعليم هذه الخطوة، لأنها خطوة مهمة وجميلة جدا على فكرة، لكن كان يتوقع أن تبدأ مع المعلمين الجدد وليس على الجميع، يعني واحد له 25 سنة ولا 30 سنة يبقى يخضع أيضا ليش لهذه اللائحة الجديدة، أو لابد أنه يختبر من جديد طيب هذا منتهي، يعني إحنا نعرف أنه مثلا وزارات كانت وزارات وتحولت إلى هيئات، أول خطوة سوتها التخلص من التركة القديمة، مهمة جدا، يعني أنت عندك تكلس أو ترهل فيما يتعلق بالعمل الموجود في أي وزارة إن كانت. جميل جدا. تحتاج إلى أنك تتخلص من القدامة حتى تعمل بفكر جديد، تمام، واستراتيجيات وعقول جديدة. جميل جدا. تستطيع أن تواكب يعني
رؤية المملكة 2030. جميل جدا دكتور محمد. يعني لازالت الرخصة التعليمية وربطها بالعلوى السنية تثير جدلا واسعا سواء في المجالس أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل أنها ترى أنها إحباط في الوسط التعليمي أم هي مليئة بالطموح وتحقيق رؤية المملكة 2030؟ حقيقة هي ذات جانبين، جانب يتعلق بالمعلم وجانب يتعلق بالوزارة. عندما نتحدث عن المعلم، المعلم في جميع دول العالم المتقدمة المعلم هو من يأخذ الاهتمام الكبير بالدرجة الأولى، وهو موجود يعني عندنا في وزارة التربية والتعليم. ولكن اللائحة الجديدة حقيقة أنا ما أدري، ربما لا يكون هناك استطلاع للمعلمين عندما تم وضع اللائحة. اللائحة يمكن أنا أتفق أو يعني أختلف قليلا مع الأستاذ خالد أن هناك خبرات في التعليم، أي نعم ممكن من لم يصلح أن يذهب إلى مكان آخر، ولكن هناك خبرات متراكمة مع السنين. التعليم هو عملية كيف تنقل المعلومة بشكل يصل إلى ذهن الطالب بحيث أن يستطيع أن يزرع فيه نواحي أخرى مثل الابتكار والإبداع والتحليل والتركيب وإلى آخره. إنما اللائحة كما صدرت وهي ستطبق بعد حوالي 4 أو 5 أشهر، أعتقد أن فيها بعض الإجحاف على المعلم. المعلم ليس لديه تأمين طبي، بينما في دول العالم لديه تأمين طبي، ليس لديه بدل سكن، ليس لديه امتيازات، قد يأتي إليه قائد غير مؤهل يكلف بحصص أخرى غير تخصصه، وبالتالي تحسب عليه في التقييم. أعتقد أن هناك نقاط عديدة لابد من مراعاتها. لابد يعني دكتور محمد، يعني دكتور محمد ويتم اختباره في تخصصه. جدا إنما تأتي إلى معلم في نقطة الصفوف الأولى سنوات عديدة، ثم بعد ذلك تريد أن تختبره. أعتقد أنه حتختبره في تخصصه يكون قد مضى على تخصصه وقت. طيب جميل دكتور محمد، في نقطة بس معينة أنت ذكرتها قبل قليل. تطور. طيب دكتور محمد، في نقطة أنت ذكرتها قبل قليل، يعني هل لابد أن أعطي هذا المعلم مزايا ثم يعني أخضع له الرخصة التعليمية؟ يعني من الإجحاف أني أنا يعني أقيم المعلم الآن حاليا وأربط الرخصة التعليمية في العلاوة السنوية، هل لابد أن أعطيه التأمين الطبي وأعطيه بدل السكن حتى يخضع لهذه الرخصة التعليمية؟ لا، أنا أقصد يا سيد الكريم تمام، قبل أن تحاسبني وتختبرني هيئ لي الفرص. أنا لست موظف عادي كأي موظف آخر، أنا من أقود الأجيال، أنا من أخرج الطبيب والعالم وإلى آخره، فأنا لابد أن تهيئ لي البيئة التي تساعدني على أن أقدم الخدمة التي المطلوبة مني. أنا مع أولياء الأمور أنه في بعض الأحيان بعض المعلمين لا يحسنون إيصال المادة، لكن ليس معنى ذلك أن أربطها برخصة مدفوعة حتى ولو كان السعر 100 ريال، يعني مبلغ بسيط، ولكنه نفسيا عندما تأتي إلى معلم وتريد أن تختبره لابد أن تنظر إلى الأعمال التي أوكلت إليه في السابق. جميل. لكن أنا أميل كثير إلى أنه من يقيم المعلم هو القائد في المدرسة، لأنه هو من يلاحظ يوميا. المعلومة ممكن أخذها من الكتب والإنترنت إلى آخره، واضح، ولكن الممارسة كمهنة وفن لا تأخذ إلا من الميدان. واضح دكتور محمد. أستاذ خالد، في نقطة معينة هل تتفق ما ذكر الدكتور محمد في مسألة أني أعطي المعلم المزايا وأعطيه مثل بدل السكن، أعطيه التأمين الطبي وأعطيه بعض المزايا الموجودة اللي يأخذونها المعلمين في الخارج وأخضع له على هذه الرخصة التعليمية، هل من الإجحاف؟ العام الماضي كان في دراسة فيما يتعلق بالتعليم في المملكة قالت إنه إحنا أقل من بنغلاديش في الدرجات التقييم. الدراسة وين كانت؟ دراسة غربية تتعلق بوضع المعلم، يعني الدول الأكثر أو الأوائل فيما يتعلق بالتعليم. والدول الأوائل فيما يتعلق بالتعليم زي فنلندا وغيرها يعني تعطي المعلم امتيازات غير عادية فوق ما تتخيل، وتعطيه تدريب وتعطيه حتى صلاحية فيما يتعلق بالمقرر وما إلى ذلك. أنا أبغى أقول نقطة مهمة عشان الوقت، العلاوة السنوية حق للموظف، وكان ينبغي على الوزارة أنها ما تربط التغييرات هذه بالعلاوة السنوية إطلاقا. جميل. ولكن كان يجب أن تعطي حوافز خارج إطار العلاوة السنوية. جميل جدا. ننتقل إلى ثالث ملفات الصحفية وخبر من صحيفة المدينة جاء بعنوان العمل تحدد 9 ضوابط لتشغيل النساء ليلا في جميع الأنشطة، حيث اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية 9 ضوابط و16 ضابط العمل لتشغيل النساء في فترة الليل بجميع الأنشطة، وذلك في إطار العمل على تهيئة بيئة العمل المناسبة أمام الجميع. وتضمن القرار الذي سينفذ فورا تحديد فترة الليل من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا.
أستاذ خالد، يعني 9 ضوابط ملزمة و16 ضابط عام التشغيل لسفة تتليب جميع الأنشطة، هل برأيك سوف تساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة لدى النساء تحديدا؟ والله شوف، يعني من المهم جدا أن يكون فيه فعلا، يعني هذه خطوة أعتبرها ممتازة وإيجابية جدا فيما يتعلق بالخطوات اللي تتم في تمكين المرأة في مجالات العمل وما إلى ذلك. وهذا التحديد غاية في الأهمية لكونه يعني يرتبط بالمرأة. المرأة لها ظروف خاصة ترتبط بأسرتها، هي أم لأولاد، طبعا هي زوجة، هي إلى آخره. فمو من السهل يعني، حتى يعني ما تستطيع أحيانا في بعض المواقف تحمي نفسها لوحدها يعني لا سمح الله. فإذا من المهم جدا هذه الضوابط، يعني وقتها مناسب وهذا وقتها بالذات فيما يتعلق بالعمل. جميل جدا. وخاصة محددوا يعني بعض الأعمال التي يمكن أن تكون المرأة فيه متواجدة في الليل بشكل جميل جدا. دكتور محمد، يعني توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة للمرأة، ويعني مبادرة تنظيم واحد بيئة عمل المرأة وإيجاد عمل مناسب للمرأة، هل تعتقد سوف نشاهد يعني إقبال كبير على القطاع الخاص؟ نعم، بالنسبة للقطاع الخاص طبعا أود أن أشير إلى أن وزارة العمل عندما قامت بوضع هذه التنظيمات كانت تستهدف أعمال معينة في فترة مسائية، مثل خدمة التمريض، ذوي الإعاقة، العاملات في قصور الأفراح مثلا أو في المناسبات الاجتماعية، أيضا العاملين في مجال الإعلام والنشر التي حددتها الوزارة. هذه طبعا كانت موجودة من السابق، ولكن الوزارة الآن وضعت ضوابط. هذه الضوابط جيدة تساهم في توفير بيئة عمل للمرأة، وخصوصا عندما يكون هناك عدم فهم من القطاع الخاص في آلية عمل المرأة في داخل المنشآت الخاصة، لكن كان موجود في السابق طبعا تحديد وتوضيح، ولكن أصبح الآن أكثر تركيز. وأعتقد أن المرأة ساهمت بقدر كبير في العمل في القطاع الخاص وأيضا في القطاع العام، وحتى أن هناك من يشير من الشباب إلى أنه أصبحت الوظائف للنساء أكثر من المتاحة للشباب، وهذا يعني من باب الفكاهة، ولكن أعتقد أن المرأة أثبتت قدرتها. هناك كان في المنازل منذ سنوات خريجات جامعات، مؤهلات، كانوا في المنازل لا يستطيعون العمل لأنه لا توجد فرص عمل متاحة. جميل. لكن وزارة العمل أحسنت فعلا بتحديد هذه الشروط وهذه المواصفات. جميل. الدكتور محمد قري السيد الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا وعلى حديثك في حلقة اليوم. أيضا أشكرك أستاذ خالد الخضري الإعلامي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج هذا اليوم، وقبل ختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل. إلى اللقاء.